فتح المجال لشهود الجمال، فالقوم قد وصلوا لحضرة ربهم وبدا لهم ذاك الجمال عيانا، ودعاهم الساقي فلبوا طاعة لبيك يا من للجمال دعانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أودع سر المساقاة في الملاقات، تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في لب. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، سيد الموجودات وإمام الكل في كل المقامات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وأثني بالترضي التام والسلام العام على القرابة والصحابة وما تناسل من البيت النبوي المحمدي الطاهر في هذا المظهر الشريف المبارك الذي شرفنا بقدومه في هذه الساعة المباركة. وأول ما نستفتح به هذا المجلس العام الغامر المبارك آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا بقراءة جماعية طلاب مدرسة منبع العلوم النورانية، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام الرغائب. وجوه إذا ما أسفرت عن جمالها
أضاءت لها الأكوان من كل جانب. ومع الكلمة الترحيبية نيابة عن شيخ مدرسة منبع العلوم النورانية ونيابة عن طلابها وأحبابها وزائريها، يقدمها الأستاذ منير زغب، فليتفضل مشكور. بسم الله والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله الذي يحبه المحبون ويتقرب إليه المتقربون، ولا يرجو عفوه وفضله إلا الراجون، ويستجمع عباده من حيث لا يعلمون. سبحانه جمعهم إليه وقربهم لديه، والسابقون السابقون أولئك المقربون. وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، هو خالق الخلق ومبتديه، وهو رازقه وكافيه، وهو مسعده ومشقيه. يا رب، نظرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بنور رضاك تجعل الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمداً عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، رفيع المقام ومسك الختام، وساقي الأمم يوم الزحام، القائل فيما روي عنه: من نسي الصلاة علي فقد أخطأ طريق الجنة. يصلي الله رب العرش عشراً على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفاً، فعجل بالصلاة على محمد. وإن ثاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، ولا تترك حبيب الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضي الله تعالى عن طيب الأنفاس وتاج الرأس ونخوة الأكياس دفين فاس سيدنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني، سقانا الله من فيضه بأعظم الأواني، وعن كافة خلفائه ومقدميه وأحبابه ومريديه إلى يوم الدين. وإذا أراد الله أخذ يد امرئ حقا حباه طريقة التجاني، والحمد لله الذي بطريقه قد خص ما في العالم الروحاني، وعلى محبته وحب محبه منا الحشا والجسم ممتلئان. مولانا الخليفة سليم الدوحة النبوية الشريفة، شيخنا وسيدنا الحاج علي بن عراب التجاني، الخليفة العام للطريقة التجانية في مشارق الأرض ومغاربها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام سلام كمسك الختام عليكم مشائخنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. مولانا الخليفة العام، السادة الأشراف، السادة الضيوف الأكارم، باسم شيخ مدرسة منبع العلوم وإمام المسجد الكبير بالقيبة، شيخي وأستاذي وسيدي عبد الرؤوف السعيد بن علي، وباسم طلبته وباسم المقاديم مقاديم القيبة وباسم أحباب القيبة، طبتم مطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. يا مرحبا بمن وصل على الرؤوس وفي المقل، إن ذاقت بكم فقلوبنا هي المحل. إنها والله إنه والله ليوم عظيم، وإنها لساعة عظيمة في ساحة مباركة تلاقت فيها الأرواح قبل الأشباح، وتساقت بأصفى كؤوس الراح. وإنها والله فرحة وبشارة، إذ نستقبل هذا العام الجديد بوفادة مولانا الخليفة، إذ نستقبل هذا العام بوفادة مولانا الخليفة العام، ونسأله سبحانه من هذا المقام أن يجعله عام خير وعطاء ونماء،
وأن يدفع فيه عنا البلاء والوباء، وأن يجعله منحة بعد محنة، وعطية بعد بلية، بجاه سيد البرية عليه أفضل صلاة وأزكى تحية. مولانا الخليفة، لطالما حرصتم على إحياء هذه السنة العظيمة، وهي سنة التزاور في الله التي حث عنها جدكم الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه، والتي تدل على تفقدكم للأحباب وعلى تفقدكم للقلوب وبث المحبة فيها من جديد. فما أحوج قلوبنا لمثل هذه اللقاءات وهذه الزيارات التي يكون فيها التلاقي والتساقي والتآخي والتصافي. مولانا الخليفة، يا من خصكم الله بأن جعلكم من خاصة عباده وسقاكم بكأس مداده، أقول في حقكم: تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطار، وتشتهي العين فيكم منظر الحسنى كأنكم في عيون الناس أزهار، ونوركم يهتدي الساري لرؤيته كأنكم في ظلام الليل أقمار. لأوحش الله ربعا من زيارتكم، يا من لهم في الحشا والقلب تذكار. وفي الختام نسأله سبحانه أن يمتع شيخنا وسيدنا بمغفور الصحة والعافية، وأن يديم عليه النعمة الضافية، وأن يديم علينا هذه اللقاءات والزيارات بجاه سيد السادات عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم أستاذنا الفاضل على ما أجدت وأفدت، حيث نطقتم بما يخبره كل واحد من الحاضرين. بعد هذه الكلمة الترحيبية نردفها بقصيدة ترحيبية ترويحية لمولانا الخليفة، يقدمها طلاب المدرسة، ثم تدين بوصلة إنشادية يؤديها الطالب عبد الرحيم عثمان. فتفضل. فأهلا وسهلا ويا مرحبا بالشيخ علي إمام الهدى، حفيد التجار بكم أشرقا. مرحبا بالشيخ علي إمام الهدى. فأهلا وسهلا ويا مرحبا بالشيخ علي إمام الهدى.
بحضوركم أجواءنا تتنور، وبكم من الأفراح تجري الأنهر، وبكم من الأفراح تجري الأنهر، فتلالت من نوركم أرجاؤنا، وغدت في بيض خصال أهلاً وسهلاً مرحباً بقدومكم، تبدو على كل الشفاه وتضمر، أحييتم بقدومكم سنن الهدى وخلائق مشتبها وتصور. يا مرحباً بقدومكم عد الحصى، يا مرحباً بقدومكم عد الحصى، أنتم لها دهر أحق وأجدر، أنتم لأحمد وصلة في وصلكم، وبمدحكم يحلو الزمان ويثمر. أيها الأحبة، إن في هذه المجالس المطلوب أن توسع المشاهد وتصف الموارد، وأظن أن أمثال هذه الأصوات الشجية المطربة قد هيئت القلوب والبواطن لتهطل عليها هذه السحابة المباركة. لذلك أدعو أستاذي وشيخي وقدوتي وشيخ المدرسة، مدرسة منبع العلوم، إلى أن يهطل بسحابته على هذه القلوب العطشة فتثمر وتنبت ثمارا يانعة بإذن الله السميع العليم. فتفضل سيدي. قصيدة سيد محمد الهادي، يعرفها سيد محمد الهادي، عنده قصيدة. الحمد لله، الحمد لله الكريم الغفار الذي يسر وصول الأخيار إلى هذه الديار. أحمده وأشكره على ما من به علينا من الفرحة والاستبشار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نفوز بها في جنات القرار، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدًا عبده ورسوله الذي قال عن نفسه أنا خيار من خيار، صلى الله عليه وعلى آله، ما أظلم ليل وطلع نهار. ورضي الله تعالى عن شيخنا وقدوتنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي أبي العباس أحمد بن محمد التجاني، وعن خلفائه وعن مقدميه ومحبيه ومريديه إلى يوم الدين. وبعد، فإنه لا ينوب بعضنا عن بعض في واجب الترحيب، ولكنها قضايا البروتوكولات والترتيب، فأقول أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالها ريحانها والراح، وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم، وإلى لذيذ لقاكم ترتاح، أيامنا بلقائكم أفراح، وكل أيام الملاح ملاح. نحييكم وبالأشواق نوافيكم، فأعلى وردنا أنتم، فأزكى وردنا أنتم، وكل الورود نهديكم. النور ضوى بسمائنا من جديد، النور ضوى بسمائنا من جديد، وقلوبنا في حبكم دوما تزيد، ونقول لمن حضر من قريب وبعيد، يومنا عيد ويومنا سعيد. يوم جاءنا فيه حفيد شيخنا وخليفة طريقتنا، الخليفة العام للطريقة التيجانية في العالم. يا مرحبا، أهلا وسهلا، يا هلا ويا غلا ويا هلا وسهلا. الخليفة العام للطريقة التيجانية وسليل الدوحة الأحمدية المصطفوية،
عليكم سلام الله وأفضل تحية اللائقة بحرمتكم العلية ونسبتكم الزكية. يا مرحبا بمن وصل على الرؤوس والمقل، قلوبنا هي المحل بها فسيح المقعدين. يا مرحبا بتراحيب لكل من وفد معكم ولكل من حضر بوفادتكم، كل هذا إجلالا لله وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجلالا لأهل البيت، وإجلالا لأهل الذكر، وإجلالا لدولة الحق التي قام عليها الأمر. أخي هارون أشدد به أزري وأشركه في أمري، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فالأنبياء جميعا بعثوا لأجل إقامة هذه الدولة، ولا يوجد بحمد الله من مكن له في دولة الذكر وإقامة الذكر مثل مولانا الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه. فمريديه بالمئات الملايين، وفي كل يوم هم يزيدون يستغفرون الله ويصلون على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهللون، والعون واضح ظاهر جلي بمدد رباني سماوي وبمدد محمدي أحمدي، بأن كل من كان له نسبة وجد عونا في الذكر ربما نام فجاء من يوقظه، وذلك من بركة السند وسر الانتماء إلى مولانا الشيخ سيدي أحمد تجاني نفعنا الله به آمين. إن هذه الزيارة التي جاءت في هذا اليوم بداية هذا العام، بداية عام ميلادي، بداية مؤذنة إن شاء الله مؤذنة ببركة عظيمة إن شاء الله تحصل للجميع إن شاء الله في هذا العام، ببركة عظيمة، لأن هذا العام الجديد ميلادي نرجو به أن يكون به الميلاد والتجديد للبلاد والعباد بما هو أحسن وبما هو أفضل وبما هو أكمل إن شاء الله. وإن هذا الميلاد يربطنا بمولود، وهذا المولود يربطنا بمولود والحاضر والمستقبل، لأنها أبرزت لنا نسخة جميلة عظيمة لا يكاد يوجد لها نظير. اكتبوا فخر الجزائر، اكتبوا فخر الجزائر، أخرجت لنا نسخة جميلة من الوراثة النبوية المحمدية حقيقة، لا تعمل بترتيبات الحكومات الأرضية، وإنما لها ترتيبات سماوية من الله تعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الترتيبات. هذا الميلاد ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام، ونحن لا نناقش هل ولد في أول جافي أو أنه ولد في آخر الصيف أو في الخريف، فهذه مسألة ينظرها من يهمه الأمر. يهمنا أن مولد سيدنا عيسى لما كانت ليلة الإسراء والمعراج لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له سيدنا جبريل انزل هنا فصلي ركعتين. قال وما هنا؟ قال هنا ولد عيسى بن مريم ببيت لحم. قال انزل هنا فصلي ركعتين. وقال الله عنه في القرآن والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا. فيوم مولد سيدنا عيسى نأخذ منه الأسرة الصالحة التي سمت بها الأسرة، سميت بها الصورة الطويلة من صور القرآن، صورة أني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وهي النيات التي ينبغي أن تكون عندنا قبل عند حمل وقبل حمل البنين والبنات، عندنا النيات، ربي إني نذرت لك. هذا المولود الذي ولد في عين ماضي ما هو مولود عادي، سيدنا عيسى ما هو مولود عادي، هذا مولود هذا الأولاد، ونحن في مدرسة لتنشئة الأولاد والناشئة، فلا يوجد ضعف، لكن إذا كان فيه تفوق ونجابة يبخل عليه ويبخل أن ينصرفه في هذا الموضوع، وليس كذلك. ما عرف من أين تؤكل الكتف، لأن أعظم ما ينبغي أن نصرف إليه أن ننتج منا أولاد يخدمون شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة إلا لأجل أن نحارب أنفسنا والنفس والشيطان والهوى. فشيخنا رضي الله عنه
لم يتزوج الحرة، فقيل له في ذلك، قال لأنها تقطع عليه العبادة بما تطلبه من حق، ويخشى أن يقصر في حق ذي الحق. فقال أحمد يحب العبادة والحرة تطلب الوسادة. ضرب أروع الأمثلة في المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب. وهناك سيدنا زكريا دعا، هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وسيدنا يحيى كان حصورا ممتنعا عن النساء، لأن أباه سيدنا زكريا أحب سيدتنا مريم وكانت ممتنعة عن الرجال، وهذا من الوحم، كما الوحم عند النساء حتى عند الرجال عندهم وحم. سيدنا زكريا اشتهى هذا الولد الصالح سيدتنا مريم، هو الذي انعكس في ولده سيدنا يحيى، وقوله سبحانه حصورا ممتنع عن النساء تطهيرا، ممتنع عن النساء تطهيرا. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب كنتم تدرسون. ألا فليشهد الحاضر وليشهد الغائب وليشهد القريب والبعيد وليشهد الموالي والمناوي، قال كونوا عبادا لي من دون الله أبدا، بل جاء يدعو إلى الله وبرأ نفسه وبرأ ساحته مذ قال إذا سمعتم عني شيئا فزنوه بميزان الشرع فخذوه وإلا فاتركوه. فهذه الكذب كالدخان والتبغ ونحوه والطاب ونحوها، فكيف به فيما هو أعلى. فلذلك نحن حين نلتقي بالميلاد ميلاد سيد وما كان في أتباعه من الغلو، فلا يعني أن سيدنا عيسى هو الذي غلا ولا أنه هو بالنار، فقالوا لا يحرق بالنار إلا رب النار، اعتقد ما أنه يحرقهم بالنار وقالوا لا هذا وإن عرفنا أنك إله. شفت الجهل وين يوصل. وفي طائفة أخرى عياذا بالله جفوه وقبره الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، لكن بإذن الله لم يعذرهم الله وحكم عليهم بالضلال، وحكم عليهم بالضلال. سيدنا علي كذلك فرقة إلى الآن يغلون فيه، وفرقة أخرى لا يسمون باسمه يعادونه. فالغالي والقالي كلاهما مخطئ. وورد في بعض الأثار أن الشيخ ومولانا الشيخ سيدي علي بالعربي هذا والحمد لله الذي يرفع رايته كمن سبقه من الخلفاء كلهم، هذا المنهج الوسط الذي ندعو إليه، فنحن هذه الطريقة الحنيفية الإبراهيمية المحمدية. فلذلك نحذر من أن تزل بنا الأقدام، ونحن ندعو في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود عياذا بالله، غضب عليهم لفساد قلوبهم، والضالون هم النصارى، غضب عليهم لفساد عقولهم. وإن هؤلاء الرجال جاءوا لأجل أن يطهروا القلوب وينوروا العقول. فلذلك لم يكن هذا الرجل أبدا يوما أنشأ زاويته في الخلاء أو في الصحراء، بل أنشأها قرب أعظم أقدم جامعة في العالم الإسلامي حتى يعلم الجميع ممن هو فيها ومن هو خارج عنها بأن هذا المنهج هو منهج العلم ومنهج الدين ومنهج التقوى ومنهج العبادة موزون بميزان الشرع لا يحيد عنه شعرة. وإلا فما كان ليكون هذا الرجل له هذا العظم وهذا الفضل إلا لما كان له وراثة نبوية حقة كاملة على قدم جده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن في هذا المولد وفي هذا الميلاد ومن عين ماضي بلاد الميلاد نأخذ النموذج الذي ينبغي أن ننشئ عليه. اقرأوا ترجمة الشيخ، اقرأوا ترجمة الشيخ في كشف الحجاب، اقرأوا من ترجمة للشيخ كيف كانت سيره وكيف كان حاله. فهو الذي ينبغي أن نرتسم في الأذهان، وكل من حاد فكل نفس بما كسبت رهينة، لكن الصورة التي ينبغي ترتسم في الأذهان
الذي قال من عرفني من كان عارفا فليعرفني وحدي، ومن كان متكلم من كان محبا فليحب الشيخ، ومن كان عارفا فليعرف الشيخ، ومن كان كل هذا رسم هو القدوة في أذهانكم، القدوة القريبة. أما القدوة العظيمة الكبرى هي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان يستأنس بالمثال القريب لما يكون في زمانه ولا قريب من زمانه، وخصوصا أنه يشهد بركة هذا الصدق. لذلك ربط أصحابه: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. كأنه يقول الشيخ، الشيخ رضي الله عنه في ورده الذي أعظم ورد، ما ربط ما قيدهم، قال لي صلي بأي صيغة، لكن إذا صليت بالفاتح فيها فضل أفضل. لماذا؟ لأن الشيخ أراد أن يقول لكل واحد راي عندك أمور مغلقة، ولكن مش ممكن تفتحها كلا تبعت النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتح لما أغلق، الفاتح لما أغلق من القلوب ومن العقول ومن الأحوال ومن الأوضاع، أي حاجة مغلقة إذا مشيت خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتحها، هو الفاتح. الفاتح لما أغلق، أي واحد منكم عنده حاجة مغلقة يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يجد الفتح، لأن الشيخ ربطه بها. والخاتم لما سبق، حاب التشريف، حاب التكريم، حاب المناصب التي لا تزول عنها ولا تحول، ما هيش المناصب اللي تحصلها اليوم وغدوة ينحوك منها، لا، حاب منصب في مقعد صدق عند رب العالمين. أعرف باللي راه الخاتم لما سبق هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المقام العالي. وقد والناس تتفاوت في الرتبة بقدر ارتباطهم واتصالهم وتعلقهم بجنابه صلى الله عليه وسلم. الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، أي حاجة عند الأمة اليوم مهزومة لا يمكن أن يكون أهل نصر إلا بالرجوع إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، برحمة المصطفى، بفهم المصطفى، بنور المصطفى، بشفقة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أراد أن يقوله الشيخ من الفاتح، مش نهارك الفاتح الفاتح وشو الفتح تفتح لك أنت، لازم يكون هناك فتح، فتح من الفهم. والفتح هو التوسع، عندك صدر رحب، عقل واسع، نور، بصيرة، رحمة، لأنك عندك حظ من وراثة الربي صلى الله عليه وسلم، وكان السبب فيها والواسطة فيها مولانا الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه. ولا أقول هذا لمولانا الشيخ سيدي أحمد التجاني، وإنما كل فتاة بأبيها تفتخر، كل فتاة بأبيها تفتخر، وإلا كل العارفين والدلين على الله هم قصدهم هذا، ما جاءوا أبدا باش يجيبونا حاجة من غير اللي جابها النبي صلى الله عليه وسلم يوم نزل عليه القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالوا لا، هذا الذكر ما قالش يا رسول الله، ما قال لكش استغفر، ما قال لك هلل، ما قال لك، إذا ما قال لك هذه وش من دين عندك أنت أصلا؟ لكن هذا كله لأجل نعرف الميلاد من عين ماضي، والميلاد من سيدنا عيسى، والحذر من الغلو، والتأسيس الصالح بالأسرة الصالحة، والتوجه في المحاريب والصدق مع الله، والسير والتمثيل. لأن الشيخ رضي الله عنه رأى أصحابه في عالم الأرواح، وراهما ورد عنه كما تسلمون كثيرا، كثير من تبعنا وقليل من ربه، لأن الصدق في الصحبة والنصح ما يقبل. قال حدثني بعض الشرفاء عن الخليفة سيدي علي رضي الله عنه اللي كان قبل سيدي عبد الجبار، سيدي علي بن سيدي محمود، قال لي واحد من قال لي قبل يوم مفاته بيوم أو يومين، قال لي إني أخشى أن ألقى الله فيقول لي جدي سيدي أحمد: ماذا فعلت في الأحباب وماذا قدمت للأحباب؟ أو جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فمات بعدها بيومين أو ثلاثة. يعني شاهد فيه حرصهم على أن يقدموا شيئا يفرح به الشيخ في حضرته، ويفرح به النبي صلى الله عليه وسلم، ويرضى به عنا رب العالمين. كل واحد منا ينظر نفسه مدى المسافة، ويصدق في المحبة، وإذا صدقنا في المحبة فالله يعطينا عون ويعطينا مدد من عنده، ينتشلنا من اليسار ومن الشمال إلى اليمين. والصحبة هذه والمحبة للشيخ، أبشركم جميعا بأن الشيخ رضي الله عنه قيل له بأن الشيخ سيد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه قال بأن من أحبنا لا يموت إلا على توبة، فقال الشيخ رضي الله عنه: وأنا أبشركم أن من أحبنا بصدق لا يموت إلا وليا، لا يموت إلا وليا. لكن هذه المحبة عندها آدابها وعندها نياتها وعندها أحوالها، والحذر الحذر من أن يقول، من أن نخالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم: قل لأصحابك لا يؤذوني، فقال بإذايتك، قال بإذاية بعضهم لبعض. طريقة هذه هي جاءت، أداب الشريعة مفروغ منها،
ثم أداب الطريقة لأجل أن نذوق الحقيقة. واللي راه ما عندهش الحليب ما يتحدثش على الزبدة. الشريعة هي الحليب، والطريقة هي المخض، العمل في الميدان والصدق ظاهر والباطن. والزبدة بعد تتكشف الحقائق وتذوقها فتذوق ذاق طعم الإيمان. هذه هي مدرسة الشيخ، ماشي مدرسة القيل والقال والتزمير ولا لا 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 لا، مدرسة عمل وميدان. واقرأ تراجم أصحابه كيف كانوا، وما كان ليصل هذا الخير لولا وجود رجالات حقيقة كان لهم حظ الوافر من صدق الصحبة مع الشيخ رضي الله عنه. وقال مدفعنا هذا يضرب من بعيد، وأنا رجلها من قاف إلى قاف، وأنا رجلها من قاف إلى قاف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركاته وبركات أبنائه وبركات خلفائه وبركات الصادقين في محبته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يحفظنا من نزغات الشيطان ومن نزل الأقدام، وأن يهدينا إلى صراط المستقيم. وسمحنا سيدنا على هذا الحال، وربي إن شاء الله يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. دعوني فالذي أهوى دعاني وأسأل لي سيدنا. سمحنا سيدنا يا رب. وأبان لي عن ضمضات المعاني يمينا حينما كشف اللتان. حقيقة قد ضاق بنا شيخنا أحمدنا في حدائق وبين حقائق، وكشف اللثام عن رقائق، بين حقيقة الطريقة وبين حقيقة شيخها الذي تسميه بطل نمط الوسط لا غلو ولا شطط. فبين لنا أن هذه الطريقة السمحاء هي طريقة بإقامة دولة الذكر، فيها ركنان: إقامة أن نتعبد الله تعالى بالأولاد، وأن نتعبده بالولاد، كما نتعبد الله تعالى بالوجد فكذلك نتعبده بالود. وما هذه الزيارات التي يقوم بها شيخنا سيدي علي بن العرابي شيخ الطريقة في مشارق الأرض ومغاربها، هذه الزيارات إلا لإقامة الوداد، إلا ليعلمنا كيف نتعبد الله تعالى بالود وبالورد كذلك. دون إطالة أحيل الكلمة أو مقطوعة شعرية جاحت فيها قريحة شاعرنا الماهر شاعر سوق وشاعر الغيبة بالأخص محمد الهادي حميد، وهي قد كانت من نتاجه هذا المساء في ترحيب بمولانا الخليفة وبالإشادة بجهوده وبجهود سيدي عبد الرؤوف في قراءة القرآن وتعليمه. لذلك فليتفضل وليتفتنا بها ما دامت ساخنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا يا سوف زف لك الحبور، ألا يا سوف زف لك الحبور، فروضك إذ ثرى زمرتهم عطير، فكوني من قدومهم كقلبي إذا حلوا يكاد بهم يطير. أتى المحبوب، أتى المحبوب بالخيرات يهمي، كغيث في ناحينا غزير، يشبد سنة الأسلاف فينا، وعهد الخير يحفظه الكبير. وما أحلى الدقائق والثواني إذا كان الجوار به النظير، فمسكهم يفوح بكل فج، وعطرهم تأرج والبخور. أئمتنا الهداة بغير شك يدك الكون صيتهم الشهير، أسود الدرب إن حلوا بأرض، أسود الدرب إن حلوا بأرض، لهم في كل ملحمة زئير. إذا منحوا أمانهم لعبد فإن الدهر بعدها لا يجور، بحبهم القلوب لها انشراح، ورؤيتهم لها سر غفير. تفتحت الصدور لهم غراما، كما للنور تنفتح الزهور. رأينا الختم فيكم يا وريثا، أتى
في العصر ليس له نظير، تذكرنا بمشيخة تفانت بها ربحت إناثنا والذكور، فصار الكل ينهل من سناها وكل الكون إن دارت يدور. أبونا عابد الجبار شيخي وأستاذ الأساتذة الوقور، ومدرسة المدارس من حماها أسود الأحمدية والنمور. لقد كان الملاذ لكل شخص إذا ضاقت بشعبتها الصدور، وقلب للبرية كان رحبا بحجم الكون متسع كبير، فيشفق ثم يرحب ثم يحنو على الأحباب سيدنا صبور. وسيرته العظيمة سوف تبقى بمن أبقى ويزدهر المسير، فسيدنا علي بن العرابي خليفة جده البدر المنير، أتى يا فوزكم من عين ماضي يسوقه نحوكم رب شكور. بلاد المولد الختمي فاضت لتنهل من مواردها العصور، وماء سلسبيل يسيل منها محال شربها الصافي يغور. لها نور يشع ولا يراه كثيف أو له عيناه عور، فدمتم للطريقة خير ذخر وأيام الرخاء لكم تجير. ودمتم للجزائر يا كريما أمانا أيها الشيخ الغيور، سفينتنا بفضلكم سترسو ولطف الله يدركها ونور. ورايتنا ترفرف في شروق لها ظل تؤمنه النسور، ففي أرض الجزائر كم فحول يقومون الليالي وهم حضور، ويدعون الإله بكل صدق لتهنأ في جزائرنا الأمور. فحقق يا إله لهم رجاء بفضلك يا سميع ويا بصير، أغثنا يا رحيم بكل لطف لتنطفئ المكائد والشرور. ألا فلتعذروا صبا تغنى فؤاده من محبتكم يفور، دعاكم أرتجيه بمحض فضل به يتيسر الأمر العسير. رضاكم غاية الغايات عندي وفوزي إن منحته، والسرور لكم مني التحايا عاطرات بشعر راق صدقه الشعور. أؤذن بالقصائد حي قومي على ربح أتاكم لا يغور. قدمتم فالرقيبة في سلام ليسعد من قدومكم الحضور، وجئتم قلعة القرآن دعما لمدرسة لها صيت شهير. فنون العلم تبرز في حماها وروضات الجنان لها عبير. حللتم سيدي أهلا وسهلا زيارتكم سعادة من تزور، والسلام عليكم ورحمة الله. لا فضلك ولا على شانوك، دمت شاعرنا الماهر وأوقاك الله تعالى شاعر الحضرة المحمدية الأحمدية وشاعر القرآن الكريم، واستعملك الله تعالى في هذا المقام. هذه المجالس أيها الأحبة كما تعلمون أنها مجالس يتباهى بها الحق تبارك وتعالى، وأنها مجالس تحبها الملائكة الكرام. زيادة على ذلك فهي مجالس يلحظها النبي العدنان صلى الله عليه وسلم بلحظه بمزيد اهتمام. أليس هو الذي خاطبه الله تعالى فقال له ولا تعد عيناك عنه؟ هذه نزلت في الذاكرين لله تعالى ولا تعد عيناك عنه. قد صنف الأقوام أقوالا مطولة تدلى إذا رتل القراء آيات اصبر وعيناك لا تعد آياتها، ونظرة المصطفى لا شك بركاته. بدون إطالة مع قصيدة أخرى لطلبة المدرسة بعنوان ريح الصبا، فليتفضلوا مشكورين. رياح الصبا هبي لغبر محمد
وبثي علينا شيبا من ذلك العظيم رياح الصبا ربي للأرض محمد وبثي علينا الطيب من ذلك العظيم سلامي على
حضور، ليلة حضور، ليلة حضور. وفي نفس الوقت لا يفوتنا أن نرفع في هذا الجمع المبارك أسمى آيات التعازي باسم الخلافة العامة للطريقة التجانية وباسم الخليفة العام للطريقة التجانية سيدي علي بن العرابي. نرفع أسمى آيات التعازي في فقيد الأمة، فقيد أدرار، فقيد الجزائر والأمة الإسلامية ككل، الحاج محمد بن الحاج عبد الله نجل سيدي الحاج محمد بن الكبير، هذا الذي له شأن عظيم في القرآن الكريم وخدمته، وباسم شيخي كذلك شيخ مدرسة العلوم أو منبع العلوم النورانية سيدي الحاج عبد الرؤوف سعيد بن علي، أرفع كذلك أسمى التعازي لهم. فنحن قلب واحد ومصابنا مصاب واحد، والرزية عظيمة والفقد جليل والخطب كبير، ولكن العطية من الله تعالى له عظيمة، وهذا من يسلينا في هذا المصاب، وأن الله تعالى بألطاف رحمته وحكمته سيبدل من يوصل رسالته في نشر العلم الشريف والقرآن الكريم. فهذا في هذا المجلس نترحم عليه حتى تصله نصل هذا المجلس بمجالسهم، ويفتح لنا ببركة هذا باب من هنا إلى عالي الجناب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليصر بنا وتقر به عينه صلى الله عليه وسلم. دون إطالة أيها الأحبة، القلوب مشتاقة، الأنفس تهيأت كأنها الأرض التي هيئت وحرثت لتهطل عليها هذه الغمامة المباركة التي وفدتنا من أرض عين ماضي. فليتفضل سيدي الحاج علي بن العرابي الخليفة العام للطريقة التجانية ليهطل علينا من بركاته. فتفضل سيدي مشكور. بارك الله فيك وجزاك الله عنا خيرا وشكرا واحسن احسن الله اليك ولما فصلت عليا من ذلك الجاهل الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيد الاولين والاخرين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. كيف لا نصلي على الذي صلى عليه الله سبحانه وتعالى وملائكته؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كيف لا نحب اللي حب الله سبحانه عز وجل؟ كيف لا نحب اللي قرب اسمه باسمه؟ كيف لا نحب اللي أطاشر فيه؟ إنك لعلى خلق عظيم. كشف بشفيه الكرسي بالوجه السماء، وكانش في بعض المقام إلا سيد البيوت صلى الله عليه وسلم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم أيها الطلبة، سلام عليكم أيها العلماء، سلام عليكم أيها الحاضرين كله كله مسلم. فجزاكم الله عنا خيرا وشكرا. وراح عندنا ضيف من الجزائر الحاج إسماعيل، فنقول له مرحبا بك في المدرسة القرآنية بتعليم القرآن، وهو صديقنا وصديق الحاج عبد الصمد، وجاوبنا بعضهم بعض من أهل وسهلا ومرحبا بكم في هذه المدرسة القرآنية وفي البيت مبيوت الله سبحانه، وفيها الدعاء مستجاب، وفيها العبادة لله سبحانه عز وجل، ما كانش من غير الله سبحانه عز وجل. وكاين اللي يذكر الطرق ويقول له البدعة البدعة، هو لا يفهم شيء لا من البدعة ولا من غير البدعة، هو غايب البدعة وخلاص، ما هو عارف لا اللي يضر ولا اللي كنكر. الله يجولنا بعيننا، الله يجعل عيننا بكل مكروه في جهنم الكريم. وشكرا للأستاذ بتاعنا ومقدم الزاوية ومشرف على هذه المدرسة القرآنية سي عبد الرؤوف، فنقول له جزاك الله عنا خير. والله أمنيتنا احنا تتحل ثاني مدرسة أخرى ومدرسة أخرى ومدرسة تكون بهذا الشكل، اللي تربي الأجيال تعلم القرآن وتوري الناس طريق الحق
طريق الصواب كما قال سيدنا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه مدرسة تعلم القرآن العظيم وتربي في الأجيال وتربي في رضا طاعة الله وعلى محبة الله ومحبة الصالحين ومنهج حقيقي يا رب العالمين له. ما كانش ما أحسن من هذا الشيء، ما كانش ما أخير من هذا الشيء. ونقول سي عبد الله جزاك الله عما خير. فهو إلا شرحت لنا على سيد الوجود وعلى شيخنا الشيخ سيدي التجاني فجزاك الله عما خير. فكل نحن نغبار على أصحاب البدع أيضا فاتح الدماء لقى بدعة تلاوة القرآن جماعة بدعة رفع اليدين وتطلب الله بدعة وربي قال أدعوني استجب لكم وقل ما يعلم بكم ربي لولا دعاكم أدعوني خوفا وطمعا وربي قال سبحانه من اللي قالها ربي خلاص الدعاء مقبول عند ربي سبحانه سوى تكون الأعمال إنما معنى الأعمال إنما ما كانش بالنية ما كان حتى عين صلاتك وعبادتك ومحبتك وصداقتك والدنيا ما فيهاش نية ما كان فيها والو عند ربي سبحانه مثلا خاطرش مش بالعلة النية أسمى النية أسمى ما أعجلنا من النوايا ما أعجلنا إن شاء الله من محبين الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم الله يكرمنا إن شاء الله بأصحاب العلم وأصحاب المعرفة اللي يرينا طريق الحق وطريق الصواب وطريق المحبة وطريق النصيحة وطريق الصبر بجاه النبي الكريم لأنه الصبر قال ربي افتح باب الجنة فإحنا إن شاء الله يعجلنا من الصابرين باش إن شاء الله نعودوا مفاتيح باب الجنة بجاه النبي الكريم وهذا الوجوه النيرة اللي راها تقرأ في القرآن ربي يفتح القلوب إن شاء الله بجاه النبي الكريم وعجل إن شاء الله من حليم القرآن إن شاء الله من اللي يربوا أجيال يزرعوا الحب ويزرعوا الوطنية ويزرعوا أمور ربي سبحانه عز وجل ويبلدوا الكراهية من الناس اللي قاعدة عشيدة عن بدعة الله ينجينا ونجيكم منهم إن شاء الله ويفتح قلوبنا وقلوبكم إن شاء الله فقالوا سيدي عبد الله وجزاه الله عنا خير ما خلى كل شيء ورهنا بدليل كما بين القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم والأحبة وجزاه الله عنا خير احنا والله لا نتمنى تعود مدارس في كل ولاية وفي كل دائرة وفي كل بلدية مدارس كما هذا النوع اللي يعلموا في الأجيال احنا رانا متشوقين لهذه المدارس القرآنية باش يقدوا الناس في طريق الصواب وطريق الحق وطريق المحبة وطريق العلم وطريق إن شاء الله الصبر بجاه النبي الكريم جزاكم الله عنا خير واشكرني لكم وأحسنت وأحسن الله إليكم بجاه النبي الكريم جعلنا إن شاء الله وإياكم إن شاء الله المحبوبين عند الله سبحانه وتعالى جعلنا إن شاء الله من الفائزين جعلنا إن شاء الله من يا رب العالمين يسمع دعانا أدعينا رب سبحانه عز وجل بلي حل الدعاء حل بالإجابة رياض الله مع الجماعة وين في بيت ربي وين في مدرسة تربي في الأجيال وتعلم في القرآن العظيم ما كانش قاع ما دعينا إن شاء الله عند ربي سبحانه وتعالى يفتح عيناه تاخذك المرأة الخاطر يا سبحانه يعجب فيها القبول ان شاء الله بجاه النبي الكريم ويعجبنا ان شاء الله بمحبه الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاه النبي الكريم ويعجبنا بمحبه في سيد الوجود صلى الله عليه وسلم هو اللي حبه الله سبحانه عز وجل هو اللي حبه الله ما نحبوش وان شاء الله يعجبنا بالمحبوبين عند الله سبحانه ويعجبنا في حب سيد الوجود ومقر سيد الوجود العظم سيد الوجود واحنا طريقنا إلا طريق سيد الوجود يعني إلا هو سيد الوجود رب سبحانه عز وجل يسر الأمور وعطاها والرسول صلى الله عليه وسلم عطاها الشيخ سيدي التجاني مباشرة في آل سنه طريق سيد الوجود والشيخ رضي الله تعالى عنه مقدم فيها وإحنا يعجبنا من خدام الله يعجبنا من خدام المقبولين يعجبنا إن شاء الله من الناس اللي يفسروا هذه الطريق التجانية اللي نتاع محبة ونتاع مودة ونتاع تآخي ونتاع رحمة فيما بيننا النصيحة فيما بيننا وصبر الله يعجبنا إن شاء الله منهم بجانب يحشر معه ويمثلنا مع سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ناسع الله وجزاك الله خير بارك الله فيك ونحن في هذه الكرسية شفنا هذه الوجوه النية إن شاء الله ندعو الله سبحانه عز وجل ونقبل دعانا بجاه النبي الكريم
وإن شاء الله يفرج علينا ويرفع علينا هذا البلاء والوباء. شاهد المجاهد ويعطينا القيت النافع ويدفع به كل المؤمنين. الله يعلم القلوب، الله يستر العيوب، يجعلنا وإياك في الجنة السنة، الله يشفي مرضانا ويصلح أحوالنا، ويجعلنا إن شاء الله من التابعين اللي إن شاء الله يتبعوا طريق المحج الزينة اللي إن شاء الله توصلنا إلا إن شاء الله في جناحسي بالوجود صلى الله عليه وسلم والصديقين والشهداء والصالحين وعثنا أولئك رفيقة وجهدنا بالكريم. انتم ما نورتونا، الله ينور قلوبكم، الله يفتح قلوبكم إن شاء الله بالتقوى والإيمان، وبعد ذلك كل مكروه يفتح قلوبكم إن شاء الله بالمحبة وبالعلم وبالنصيحة وبجهدنا بالكريم. ربنا يسر أمورنا ويفتح قلوبنا وقلوبنا بالتقوى والإيمان بجهدنا بالكريم. ونطلبوا لهذا البلد الحبيب اللي ضحت عليها مليون ونصف مليون شهيد وسكن بدم الشهداء، وهذا ضحوا بالنفس والنفيس، كانوا يقعوا في العلم سقوا في علمهم، كانوا عندهم اولاد سقوا في اولادهم، كان عندهم مال سقوا فيه وطمعوا باش يحرروا هذا البلد، وكان من حريه تاع هذه الناس اللي استشهدت، وهذه المجاهدين نشعر في هذه الحريه اللي رانا نشعرها. نطلبوا ان شاء الله للشهيد نطلبوا الرحمه، المجاهد نطلبوا صحه الابدان، مجاهدنا الكريم وعجلها ان شاء الله في سبيل سيدنا نوح وفي امان وعفو وبعد ذلك كل مكروه مجاهدنا الكريم. اللي شاف لها حاجه ان شاء الله الله يجعلها ان شاء الله في كيف في محور مجاهدنا الكريم. نطلبوا للرئيس بتاعنا ثاني الوزير ولي امر شفيق عافيه واعطونا بطانه صالحه وخذ البلاد في امان وحضر مجاهدنا الكريم. نطلبوا رانا بدك الامان ولكن اللي حاسين بحدود ولادنا وراسهم رصاصه كاع وجهي كيما راهم حاسين راهم في حصن من البيوان بعد عليهم ان شاء الله كل حاجه اللي تاذيهم ان شاء الله ان شاء الله كل دنيا المرصوص جاهدنا بالكريم. وجزاكم الله عنا خير وان شاء الله يفتح قلوبنا وقلوبكم والايمان ويعجل ان شاء الله هذا المدرسه ان شاء الله عامل بتلاوه القران وعامل بمحبه ربي وعادنا بنصيحتها للمسلمين. وانا راني نقول مش نصيحات الجميع، كل من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ننصحه لانه اعتبرنا قولك لا اله الا الله محمد رسول الله. وما تجيني نصيح ولكن اللي يقول لا اله الا الله اخونا وقولك لا اله الا الله محمد رسول الله. ونشتموا ان شاء الله قال خير، ونشتموا قال محبه، ونشتموا قال كلمه زينه، وربي ان شاء الله يفتح قلوبنا وقلوبكم بالتقوى والايمان ويبعد علينا ان شاء الله كل مكروه وجزاكم الله عنا خير. سي عبد الله ان شاء الله ربي يفتح لك ابواب الخير ان شاء الله المدرسه تكبر بالعلم وبالقران وبالنصيحه وبالمحبه وبالتقوى وبالصبر، وراك تربي في اجيال هذا ربي سبحانه عز وجل كما كنت تقول سيدنا عيسى كيفاه ولد كيفاه ربي عطاه شيء كما كنت تقول الشيخ سيدي عبد الجاني كيفاه ولد عطاه ربي هذا الشيء. هذه المدرسه كانت صحراء قاحله ولكن يا رب العالمين نورها نورها بهذه المدرسه اللي يخرج منها اجيال، الاجيال هذه ان شاء الله تنتشر في عموم الجزائر كلها وتنصح الناس بالتقوى والايمان والمحبه في ما بينهم ان شاء الله. قال فكروا زوج بالناس انا كنت بحكم الله فكر سيدي عبد الجبار الله يولي بعوات الله، وانا من خريجي المدرسه تاع سيدي عبد الجبار. نفكر سيدي حميده الله يولي برحمته الله، لانهم هما اللي علمونا بالشيء، هما اللي مشينا معاهم، كان ربي عاطيهم الصبر، كان عاطي سيدي حميده ربي عاطيهم العلم والنصيحه في كل مجلس وفي كل بلاصه، في دروسه وفي محبته في معاملته وفي كل شيء. نفكرهم اللي ننطقهم الرحمه مغفره بجهدنا ربنا أقدم من المسلمين لأن الدين فينا ولا يغير جهدنا الكريم. وإحنا دائما ممكن نفكر موتانا نطلب لهم الرحمة والمغفرة عند الله سبحانه عز وجل. نقول رب إن شاء الله كما علمونا إن شاء الله ثاني حنا كما حثونا على الصبر وعلى التقوى وعلى الإيمان ثاني حنا نحث بعضنا على التقوى وعلى الإيمان. وأنا راني دائما نحث بهذه الكلمة في كل مجتمع نقول لهم من قوي مش اليوم صاحب وعصى نطيح هو ما بنمزح قوي هو اللي عاد نايف واحد مطبطب عليه في بعض. انا عندي هذا القوي ما عنديش القوي اللي يقول صاحبه بعصاه وما بنمزح ويقول انا قوي طيحته لا الا انك نايف واحد مطبطب عليه في الدار وسلم عليه انا هذا عندي القوي
تلبح 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 ربي سبحانه عز وجل وكلامه، تلبح كلام سيد الوجود، وتلبح تلبح هو في روحه مع الناس، وتعطيها مثل للناس اللي الشيطان خاش ربي حتى من الشيطان، ولكن من دائما قلبنا نقول له يا ربي يا سيدي الله عجل تقدموا عليه ان شاء الله، هو اللي عندي روحي، الا كان نايف واحد صاحبه وشحنا بيناتهم، لا يرحم انا خشينا ذلك اللي جاي من صح، كاين ثلاثة من الناس في صلاته ما تفوتش من دور صاحبه، إنسان اللي عاد نايف خوه، الزوجة اللي مش طايعة زوجها، الإمام اللي عاد محتوم على جماعة، ما تفوتش صلاته مش من دور صاحبه، احنا على هالمنش، لا نعبد الشيطان، روحوا نسلموا على بعضنا، صلاة تطلع لله سبحانه عز وجل، ونكون من المقبولين عند الله سبحانه عز وجل، جزاكم الله عنا خير، وسبحونا طولنا عليكم. رب الشر ينسب امورنا واموركم بالتقوى والايمان وبعدنا وبعد كل مكروه جاهلا الكريم رب يتقبل منا ويتقبل منكم صالح الاعمال يا سيدي يا مولاي اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم جاه سيدي الكريم صلى الله عليه وسلم يا رب اللهم تقبل منا يا رب اللهم تقبل منا يا رب اللهم ببركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على خير كامل وغيرتكم زينة إن شاء الله. الله يطول أعماركم سيدنا في الخير.